بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم اللي ناخذه بسم الله الرحمن الرحيم، نبدي اليوم التشريح الداخلي لجسم الحشرة، internal anatomy of insect body. نبدي بالجهاز الهضمي، digestive system. الجهاز الهضمي في الحشرات تتكون أو عبارة عن قناة واحدة تمتد على طول الجسم من فتحة الفم لغاية المخرج، وهذه طبعا تمتد من خلال مركز الجسم، وهذه القناة تسمى بالمنتري كانال. إذا تعريف الالمنتري كانال is long enclosed tube، هي قناة طويلة مغلقة which runs lengthwise through the central part of the body، تمتد على طول الجسم. And the elementary canal direct the food from the mouth parts to the anus، هي اللي تنقل الغذاء من mouth parts إلى الأنس. أما بالنسبة لتعريف digestion أو الهضم، نقدر نقول هذا التعريف شامل لكل الكائنات الحية. digestion هي هضم أو تحويل الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات صغيرة. is break down the macromolecules to micromolecules. The macromolecules الجزيئات الكبيرة like protein, polysaccharides, amino acid, fats. To micromolecules like amino acid and simple sugars وهكذا. إذا هذه تعريف الدايجستشن. من خلال الرسم اللي نشوفه أمامنا، هذا يمثل لي transverse section of the insect body، مقطع مستعرض لجسم الحشرة. لاحظ الجدار الخارجي مرسوم إلى جدار الجسم، بالتالي في منتصف الجسم راسمين دائرة، هذه الدائرة هي اللي تمثل لي القناة الهضمية. إذا احنا قلنا دائما القناة الهضمية لما ارسمها واذا اخذت مقطع مستعرض في جسم الحشرة تكون وجودها في مركز جسم الحشرة. تتكون القناة الهضمية من ثلاثة مناطق، هي القناة الهضمية الامامية، القناة الهضمية الوسطى، والقناة الهضمية الخلفية. The elementary canal is consist of three sections. The foregut، القناة الهضمية الأمامية، mid gut، القناة الهضمية الوسطى، and then hind gut، القناة الهضمية الخلفية. بالنسبة للقناة الهضمية الأمامية، نشوفها من خلال الرسم اللي أمامنا مرسوم باللون الأحمر. يتكون من أربعة مناطق. The foregut is consist of four section. The first section is pharynx أو البلعوم. The second section is esophagus، المرئ. ثم بعد ذلك the third section is grub، الحوصلة. And the fourth section is gizzard. هذه أربع مناطق تتكون منها القناة الهضمية الأمامية. وظيفة القناة الهضمية الأمامية على العموم، لا يحدث الهضم الأنزيمي في القناة الهضمية الأمامية، فقط يحدث نقل وتكسير. إذا the function of foregut is to transport and store and grind the food. وظيفة القناة الهضمية الأمامية هي خزن ونقل وتكسير الطعام فقط. أول شيء نأخذ البلعوم. طبعا البلعوم pharynx نقول is the first part of the foregut. إذا أجعل تعريفها is the first part of the foregut and has a series of dilator muscles، تحتوي على عضلات. طبعا القناة الهضمية على العموم تحتوي على عضلات تحيطها من الخارج، عضلات طولية ودائرية. هذه العضلات بحركتها بتمددها وانبساطها تؤدي إلى حركة القناة الهضمية وبالتالي نقل الغذاء. إذا البلعوم يحتوي على it has a series of dilator muscles into these muscles and play a part. هذه muscles play a part in the passing the food from the mouth parts to the esophagus. هذه العضلات لها دور في نقل الغذاء من الفم لغاية الإزوفيغاس أو المرأة. الجزء الثاني نأخذ بالقناة الهضمية الأمامية هو الإزوفيغاس أو المرأة. المرأة نلاحظ إزوفيغاس is undifferentiated parts from the pharynx. إذن هي منطقة غير متميزة عن البلعوم، ما متميزة، ما كوش حد فاصل بيناتهم. And it's play a part in the passing the food from the
from the pharynx to the grub. ايضا لها دور في نقل الغذاء من الفارينكس من البلعوم الى الجراب او الى الحوصله. الجزء الثالث من القناه الهضميه الاماميه هو تعتبر اكبر جزء بها هي الحوصله الجراب. قلنا القناه الهضميه الاماميه بالرسم الامامي تمثل اللون الاحمر. الجراب او الحوصله is an enlargement of the foregut، اكبر جزء في القناه الهضميه الاماميه. وظيفة الجراب هي to store the food. The function of the grub is to store the food. الجراب من فحصه الصرصر الأمريكي بمادة بالعملي من أخذناها نلاحظ الجراب من يكون فارغ، الحوصلة من تكون فارغة تمتلئ بالهواء ويظهر لونها بلون فضي. هذه أكيد شفتوها من فحصه بالعملي. في حين هذه في الكوكروج، أما في حين في الحشرات الأخرى نلاحظ لما تكون فارغة فهي تنطوي طوليا وعرضيا على نفسها. إذا in some insects the grub when it is empty is folded longitudinally and transversely. الجزء الرابع من القناة الهضمية الأمامية واللي هو التركيب الأخير هو الجزرد أو القانصة. نلاحظ هذا الجزء الصغير اللي يأتي بعد الحوصلة هي تمثل لي القانصة. الجزرد أهم شيء الجزر لازم نعرف أنه تحيطها الكيوتيكل من الداخل، وهذه الكيوتيكل تتحور إلى أسنان كايتينية عددها 6. هذه وين؟ هذه في الصرصر الأمريكي الحشرة اللي شفناها. هذه الأسنان الكايتينية تعمل على تكسير الغذاء. إذن الجزر وظيفتها the function of the gizzard is to grind the food. ونلاحظ أن الجزر في الحشرات التي بما أنه هي تكسر الطعام، ففي الحشرات اللي تتغذى على السوائل نلاحظ الجزر يكون غير موجود. إذن in fluid feeder insects the gizzard is absent in it. الجزء الثاني من القناة الهضمية هو midgut أو القناة الهضمية الوسطى. نلاحظ من خلال الرسم الأمامنا المرسوم باللون الأصفر، القناة الهضمية الوسطى تتكون من one section، من مقطع أو جزء واحد أو من تركيب واحد. هذا التركيب قد يكون متطاول، قد يكون عريض، قد يكون شكل دائري، هذه تختلف من حشرة إلى أخرى. وأهم شيء لازم نعرفه أن القناة الهضمية الوسطى هي المسؤولة عن عملية الهضم في هضم الغذاء. يعني وظيفتها تفرز أنزيمات تعمل على هضم الغذاء، بالتالي تمتص المواد المهضومة. إذا نيجي على تعريف القناة الهضمية الوسطى. تعريفها هي the midgut is where digestion really happen، هي الجزء اللي فعلا يحدث بها digestion أو الهضم through the enzymatic action. إضافة لذلك نلاحظ أنه القناة الهضمية الوسطى بالحشرات تحتوي على تراكيب بروجكشن أو تراكيب صغيرة تزيد من المساحة السطحية للمعدة. يعني هنالك بعض الزوائد الداخلية على السطح الداخلي للقناة الهضمية الوسطى. هذه الزوائد أو البروجكشن لها دور في زيادة المساحة السطحية، بالتالي تزيد نسبة الهضم والامتصاص في الجسم. هذه الزوائد تسمى بالمايكروفيلاي. The microvilli تعريفها is microscopic projection from the midgut and the function of it is to increase the surface area of the midgut. وبما أنه قلنا الهضم والامتصاص يتم في المعدة الوسطى in the midgut، نلاحظ الخلايا التي تتكون فيها جدار المعدة تختلف عن الخلايا الموجودة في القناة الهضمية الوسطى وفي القناة الهضمية الخلفية. تختلف عن الخلايا الموجودة في القناة الهضمية الأمامية والخلفية. الخلايا الموجودة في الطبقة الطلائية الموجودة في القناة الهضمية الأمامية والخلفية هي عبارة عن خلايا بسيطة مسطحة، نوع واحد من الخلايا البسيطة المسطحة. في حين الطبقة الطلائية الموجودة في القناة الهضمية الوسطى تتكون من ثلاثة أو ثلاث أنواع من الخلايا المختلفة، بعضها تكون 12